هذا الحكي مو طبيعي، هذا الحكي مو طبيعي. حضير هذيك كانت معتمة كثير، ما قدرنا نصور كثير. ما لنا شايفين في محجبات وعادي، المحجبات هون موضوع كثير كثير عادي. هلا بعد هدول ما خلصون روح على الاكستريم. مثل ما وعدنا احد الاصدقاء بالقناة بدنا ناخذكم على اكوا بارك، وحققنا له الرغبة تبعه. اليوم رح نعمل حلقة كاملة عن الاكوا بارك باليونان بكورفو. اليوم هلا بدنا نروح نطلع بالزحليطة لنشوف كيف الشعور فيها. الأجواء رهيبة، بعدين بنجرب هذيك. إيتا نورمال. هون عم غطي الصورة منيح، هون على الأجواء هون باليونان بكورفو. المدينة المائية تبع كورفو هي أكبر مدينة مائية باليونان. في ناس تجي مخصوص بس مشان تلعب الأكوا بارك. في تذكرة حتى بتقدر تشتري 7 أيام تذكرة، تصور يعني بتقدر تكون قريب منها وتضلك طول الوقت عم تجي وتلعب بالأكوا بارك. شيء ممتع جدا يعني. يا جماعة نجرب أول لعبة مائية. سريعة. ما بيا شيء. سريعة. يا إلهي. يا إلهي. شيء رائع. اترام لجيس 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 تاك. في محجبات وعادي، المحجبات هون موضوع كثير كثير عادي. ما يتواجدوا، ما حدا بيضايقهم لا بنظرات لا بحكي لا بتطليع. موضوع فعلا هالمدينة كثير كثير راقية. بدنا كمان نطلع بنهر مثل هذا، بس بدنا نروح لهنيك. اوه ويتش كيو از ذات. بعد هدول ما خلصون روح على الاكستريم. الاكستريم اللي هنيك هذيك يعني شعور غير فيهم رح يكون. نشوفهم. شوفوا قديش العالم ناطرة على الدور لتلعب بهالالعاب هاي، من كتر ما لها ممتعة. شيء جميل جميل جدا. يلا رح نجوكي. لا 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 هاي حواض السمك عبارة عن سمك خاص، إذا بتحط إيدك بيجي بياكل إيدك بالمي، طبعا إذا بتحط إيدك بالمي بيجي بيحاول ياكل من إيدك أو رجلك، بصيروا بياكلوا شوي شوي الجلد الميت، يعني مثل عملية بديكور مانيكور. فهون في مقعد إيدان أو رجليان، هون السمك دغري يروح قلبه يقرمت. فكمان هي شغلة حلوة للشباب للصبايا اللي حابين يجربوا التجربة، بيقرقروا شوي بس رائعة يعني تجربة حلوة. على الاكستريم على الفول فول لنشوف السقوط الحر كيف رح يكون بهالمدينة.
هذا الحكي مو طبيعي، هذا الحكي مو طبيعي. ما بعرف انزل ولا ما انزل، ما بعرف انزل ولا لا. والله اكل هم، بس تعرفوا شو؟ عشان ما يفوت الاوان رح انزل. رح اروح دغري على الانحدار الاقوى لنشوف شو رح يصير فيني. لا اوكي اوكي لنشوف لحندهم ولا لا، بس لن يفوت طوال. مخيف، شعور رائع معلم، شعور رائع شيء مو طبيعي. كل مرة نفس الشعور، ما إذا الواحد بيقدر يتعود عليها، بس تعبيرات مش حقيقية صراحة. الصفوط الحر رائع رائع يا جماعة. ليش ما في هيك شيء ببرلين؟ ليش صراحة يعني شلون بيقولكم، يعني اللي ما جرب هاي ما جرب شيء بالأكوبارك كلياته. لسه في ألعاب كتير، رح نشوف شو بنقدر نجرب منه اليوم. هاي رح نجرب هاي، انه كتير ممتع الاكستريم، بس الدور عليه كتير كتير قليل. ملاحظة تحت 12 سنة ما بيسمحوا انه يروح على الاكستريم. السقوط هاي تبعت السقوط الحر، كل مرة شعور نفذاتها هلا بفرجيكم وشي. هذا شعور طبيعي، يعني هاي مشكلتها طلعت سلالة تمشي على مهلها اول شيء، بعدين بتهررك السقوط الحر. روح عمى هاي العمى. دائما نفسه ما بعرف ليش، تحس حالك فجأة هريت من السماء. شيء رائع رائع رائع. اللي اجى ما جربها ما جرب شيء بكل الاكوا بارك. المدينة المائية بكورفو، نصيحة مين ما اجى لكورفو، لا تتخيل حالك انك عم ضوي نهار اذا جيت لهون. هاي المدينة اكبر مدينة مائية باليونان هيك حسب ما قريت. بتمنى من الجميع اذا قدروا يجوا لهون يجوا يزوروا هون ويدعوا لي. كرام احلى شيء يا جماعة، رائع رائع على الاكستريم. نطلع على الاكستريم يا جماعة. احنا جماعة الاكستريم. زرقاء ولا سودا، زرقاء ولا سودا، زرقاء ولا سودا، زرقاء ولا سودا. يلا نطلع. هلا طالعين نشوف نطلع على هي هون مرة ثانية. ألعاب حلوة كتير كتير. ما يفوت الاوان رح نجرب هلا الزحليقه الاورانج
نشوف كيف الشعور اللي حيكون فيها. يا يلا يلا شوف بلا ليك ما احلى هي رائعة بس بعد الاخير هلا بس هي كلها الضوء رائع بشكل مو طبيعي. شوف الاجواء ما احلاها يا جماعة. اكيد ياخذ العالم صراحة وراي. رايحين هلا لا مكان الامواج القوي. رائعة رائعة. أجواء خرافية. واحد بيصغر 10 سنين من عمره بهالأجواء هاي.